دولة حريصة جدا جدا على هي تحسن من حياة الناس في كل القطاعات. عايزين فقط ناخد من الناس، وانا عارف الناس هتتفهمني فيه كويس، وانا باكده عشان احنا ما عندناش خيار تاني، والا يبقى احنا النهارده بنبيع لكم الوهم وبنقول لكم ان احنا عملنا وعملنا، وبعد 5-6 سنين تبصوا تلاقي المرفق ده ما بقاش صالح. لا يمكن نقبل كده. لما نعمل حاجه حديثه بالشكل ده تريحك وتساعدك وتليق بيك، ما تقوليش بقى ايه ما تغليش. لا، احنا هنكون ما فيش عربيه ولا جرار موجود على السكه، ولا السكه نفسها ما يكونش تم رفع كفائتها بما يليق باللي انتم بتشوفوه، وغير كده مش هنقدر نطالبكم بان انتم تزودوا في تكلفه التجريب.